مشاهدي بلقيس اينما كنتم، اهلا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث نخصصها لمتابعه تطورات الاحداث في صنعاء وابعاد ودلالات استهداف صاله عزاء في العاصمه صنعاء. عشرات الشهداء والجرحى سقطوا اليوم في عملية قصف طالت قاعة عزاء لوالد وزير الداخلية الموالي للحوثيين اللواء جلال الرويشان. تتضارب الروايات حول عملية القصف التي لم تكن هي الأولى منذ بدء الانقلاب وعمليات التحالف في اليمن أواخر مارس من العام 2015. العديد من الغارات الخاطئة والعمياء التي سقط خلالها العشرات من المدنيين في عدد من المحافظات وأثارت حولها الكثير من الجدل وتحولت لمادة للنزاع وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن تلك الجرائم. وزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء أعلنت عن مقتل وإصابة أكثر من 140 مدني بينهم قادة أبرزهم أمين العاصمة الموالي الحوثيين عبد القادر هلال. الأرقام مرشحة للارتفاع، ولحد اللحظة لم يصدر أي تعليق من قبل التحالف العربي على الحادثة التي ستكون لها الكثير من التبعات والعواقب على مختلف الاتجاهات. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أبعاد ودلالات وتوقيت الحادثة وتأثيرها على تطورات الوضع في اليمن. قبل البدء في مناقشة هذا الموضوع نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. تتوالى الفجائع المحمولة على شكل قصف ومعارك وتفجيرات، فيصرخ من بين الرماد صوت فزع الشهود. من يطفئ حرائق البلد المشتعل وهي تتصاعد على جثث الضحايا وتلقي بظلالها السوداء على أكباد المنتظرين لموعد الخلاص؟ ومن يوقف أدوات الجريمة القابضة على رأس الدولة والمتجولة في السماء وعلى الأرض؟ كل يوم جريمة حرب وكل ساعة يرتفع عداد الضحايا. بالأمس استيقظت اليمن كلها على استشهاد بطل الجمهورية اللواء الشدادي، واليوم تعيش العاصمة صنعاء على وقع مجزرة مروعة ليس ضحاياها فقط من قادة ومسؤولي الانقلاب بل أيضا من المدنيين. استهدف التفجير صالة عزاء في جنوب العاصمة، وقالت وكالة سباء التابعة للانقلابيين إنها ناتجة عن غارات جوية للتحالف. ومن المؤكد أن من بين الضحايا مسؤولين وقادة موالين لميليشيا الحوثي والمخلوع، أبرزهم حتى اللحظة أمين العاصمة اللواء عبد القادر هلال، فيما لم تفصح ميليشيا الحوثي عن المزيد من الأسماء. لم تعرف اليمن هذا السواد وهذا الدم المسفوح إلا حين استيقظت على جائحة الميليشيات التي حولتها إلى ساحة للرماية وحديقة حيوان منزوعة الأبواب. فالشاهد أن هذه المجزرة واحدة من سلسلة من المجازر فتح لها الباب بسقوط صنعاء التي تحتاج لتحقيق يكشف الستار عنها. الصورة نفسها حدثت في كل مكان، وهي ليست كل الصورة بل واحدة من مظاهر الجريمة الكبيرة التي اجتاحت البلد وتمددت وصارت عنوانه اليومي. الحديث عن غارات خاطئة واستهداف المناطق المدنية من شأنه أن يثير المزيد من المخاوف والقلق حول انتهاكات حقوق الإنسان وقدرة اللجنة الوطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في كشف جميع الأوراق وتوجيه أصابع الاتهام بشكل واضح ومتوازن ضد جميع الأطراف المتورطة في قتل المدنيين. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث من صنعاء مع الباحث السياسي الأستاذ سليم الجلال. أهلا بك أستاذ سليم. أهلا وسهلا، أهلا بكم أستاذ سليم. قراءتك لما حدث اليوم في صنعاء من حيث التوقيت والدلالة، وأيضا بالنسبة لك كيف يبدو الوضع الآن في صنعاء بعد ما حدث؟ أولا أنقل تعازي القلبية لمن سقط في هذه المأساة والحادثة. ثانيا أشكركم كقناة على هذه الاستضافة. بيد أننا في مثل هذا الظرف من حيث الدلالة والتوقيت نجد أنها لا تنفصل عن ما حصل يوم أمس من مقتل القائد الشدادي، حيث الهدف من هذا كما يبدو للوهلة الأولى على أنه عن هذه الضربة وما حدث أمس تعزز عدم الوصول لمشروع وطني متكامل، كما تهدف إلى ضرب القوى الوطنية ومزيد من خلخلة اللحمة الداخلية، مما يوصل إلى عدم اكتمال مشروع وطني وتبنيه بين هذه القوى، حيث الفرز على أساس قبلي وفعوي ومناطقي وعشائري. فما حدث اليوم نجد أنه في هذه الطريقة الموصلة إلى صنعاء
فنجد عند ذلك يتضح شيء من الأوراق المخفية هنا أو التي تريد قوة بعينها أن تدس هذه حيث تجيش خولان في مقابل هذا المشروع الوطني، رغم أن الانقسام اليوم في اليمن كما هو حاصل بين شرعية وانقلاب، بين دولة وانقلاب، بين ثورة ولا ثورة، بين ماض ومستقبل، بين حاضر. طيب استاذ سليم، ما علاقة ما حدث اليوم في عزاء للرويشان بموضوع تجيش خولان، موضوع الانقلاب والدولة، هذه النقطة يعني التي تتحدث عنها أنت؟ نعلم أن الرويشان وآل الرويشان لهم ثقلهم القبلي، وخولان هي الطريق أو الرابط بين من نقطة صرواح إلى تخوم صنعاء المدينة أو أمانة العاصمة تحديدا أو إلى داخلها تحديدا إلى شارع خولان الذي هو معروف في العاصمة اليمنية صنعاء. فهذا يجعل التجيش من قبائل خولان حتى التي هي في صف الشرعية وفي صف الدولة وفي استعادة الدولة وفي مناوعة الميليشيا والحوثية والصالحية، نجد أنها ستقف بالضد تماما. طيب سأعود لك أستاذ سليم، سأعود لك وشرك معنا من الرياض الخبير العسكري السعودي حسن الشهري. أهلا بك سيادة العقيد حسن الشهري، أهلا بك، حياك الله. بداية، المجزرة وجريمة وصفت بأنها ربما قد ترقى إلى جريمة حرب ما حصل في عزاء للرويشان في العاصمة صنعاء. التحالف العربي متهم بهذه الحادثة، وهنا يبرز السؤال، ما الذي كان يبحث عنه التحالف العربي في قاعة العزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللأستاذ سليم وللأخوة المشاهدين. يجب أن ندرك أخي الكريم أنه ليس من أخلاق التحالف مثل هذه الأعمال، هي أخلاق الانقلابيين ويتعكس واقعهم لاستجداء المنظمات الدولية والداخل اليمني أيضا، واستجداء الدول الغربية التي لها أجندة أيضا تجاه اليمن، والعمل بكل مقدراتهم الإعلامية لإتهام التحالف بذلك. هم يريدوا أن يتخلصوا من أمين العاصمة نظرا لنجاح أهل صنعاء في الدعوة للمظاهرات، وهي جريمة كبرى في نظرهم. ثانيا، كما ذكر الأستاذ سليم، هناك أيضا تجاذبات بين القبائل، وكما ذكر أن خولان وبعض القبائل المحيطة بصنعاء هي من كان لها دور وسيكون لها أيضا دور في رسم ملامح أي قيادة قادمة في اليمن. من ينتهك حقوق الإنسان هم الانقلابيين، من يقول غير ذلك فهو واهم. الدليل محاصرة المكان الذي صار فيه القتل والانفجار واستهداف الصالة التي فيها العزاء لإخفاء الأدلة. لو كانوا واضحين كانوا تركوا مجال للمنظمات الدولية المحايدة إن وجدت لتطلع وتكون شاهد حال على ما حصل. طيب سيادة العميد، الآن في حديثك أنت ربما حاولت أن يعني تقرأ الطرح المطروح من قبل البعض لإبعاد التهمة عن التحالف العربي. هل التحالف الآن قادر على إثبات براءته من ما حدث في صنعاء بداية؟ وأيضا لماذا حتى الآن وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان أو أي موقف على لسان التحالف ينفي أي صلة له بما حدث في صنعاء؟ أولا الجميع يدرك، وأنا رجل عسكري والبعض المشاهدون الكرام أيضا عسكريين ويدركون، أن العمليات الجوية لها جداول معينة، أحداث معينة مسجلة وأيضا مصورة بكل دقة، ويمكن الرجوع لها، ولا يمكن أن تستطيع أن تكذب في مثل هذه الحالات. وإن كان حصل من التحالف، التحالف سيعلن ذلك بكل جرأة ويتحمل تبعات ذلك، ولكن أؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية هي من صنع علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وأتباعه. الكثير من النقد يوجه للتحالف العربي بحالات استهداف المدنيين. اليوم التحالف، ونحن عندما إذا تحدثنا عن ما زالت الشكوك والاتهامات مطروحة للتحالف العربي أنه قد استهدف هذا، ألا يدل ذلك ربما قد يكون وجود خلل داخل غرفة عمليات التحالف العربي؟ بعض المعلومات التي تزود بهذه الغرفة قد يكون فيها شك. عادة في العمليات العسكرية تحصل، ونشاهد ما يحصل في العراق وفي سوريا من استهداف
ما يسمى بقوات صديقة من قبل طيران صديق قد تحدث، ولكن هناك توجيهات سياسية صارمة في التحالف العربي لعادة الشرعية في اليمن، وهناك أكثر من 4000 هدف ممنوع الطيران استهدافها أو خلاف الطيران، إذا كان قوات برية تستطيع أن ترمي مدفعية أو راجمات صواريخ أو خلافه أو من البحر. ولذلك نؤكد أن لا يمكن أن يقدم أي طيار على مثل هذا العمل، لأنه عمل لا إنساني. هذه الأعمال المقيتة هي من صنع الإرهابيين الإنقلابيين والذين استأثروا باليمن. هناك في الداخل اليمني الآن والمشهد في صنعاء ضد علي عبد الله صالح وضد الحوثي ونقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. النجاح للقوات الجيش الوطني والمقاومة في كل مكان، رفض العالم لما يحدث في صنعاء المجال السياسية وتعيينات الرئاسة، كل ذلك ألقى بظلاله على المشهد. هم يبحثون عن مخرج لهذه العملية، ثم الهدنة القادمة، ثم الطرح السلام. العديد من النقاط أثرتها سيادة العميد، وأيضا من التبعات ربما قد تكون لما بعد هذه العملية، وأيضا موضوع الهدنة المرتقبة التي يفترض أن يعلن عنها يوم الاثنين، سنناقشها فيما تبقى من هذه الحلقة. لكن أعود مرة أخرى للأستاذ سليم الجلال من العاصمة صنعاء، هو معنا في هذه الحلقة أيضا. أستاذ سليم، استمعت إلى كلام العميد حسن الشهري الخبير العسكري السعودي، إذا كانت هناك من نقطة تريد التعليق عليها. نعم، ما أود أن أقول هنا أنني لا أستطيع النفي أو التأكيد ابتداء من حادثة القصف من هو المسؤول هنا، لأن هذه قبل بيانات غير مكتملة، ولذا أتحدث عن الأبعاد والآثار الناجمة على المستويين الوطني اليمني وعلى المستوى العربي والدولي ككل. باعتقادك أبرز هذه التبعات التي يمكن أن تحدث ما بعد هذه العملية؟ أخطر ما في هذه التبعات أن تحدث هو أن يفرض المجتمع على هذا الأساس العشائري أو الفئوي أو القبلي، حيث عدم تبلور مشروع وطني متكامل ضد من الحوثية والصالحية كإرادة تحرير واستيفاء دولة وبناء مشروع وتكامل إقليمي عربي والخروج من معمعة الفناء والموت التاريخي الذي تعيشه اليمن والأزمات الناجمة عن ذلك كالجوع والمرض والفناء والأزمات الاقتصادية وغيرها. طيب، أهمية أن يكون الآن هناك تحقيق شفاف فيما حدث اليوم، هناك حالة يعني رفض وإدانة شديدة من قبل الجميع لما حدث في صنعاء. الأرقام والأخبار تتحدث عن أكثر من 140 ما بين شهيد وجريح، أهمية أن يكون هناك تحقيق شفاف. هل الظروف مهيئة لأن يتم تحقيق فيما حدث، أم أنه ربما ككل حادثة يستهدف فيها المدني للأسف يتم استغلالها وتوظيفها في الصراع الحاصل؟ لا أخفيك أن ثمت أخطاء من التحالف وفق المؤشرات متعددة، ولكن الخطأ الجسيم الذي يقع هو على الحوثية والصالحية، حيث الجميع يريد أن يسوق هذه الأعمال وهي المنافية للقانون الدولي والأخلاقي وحتى للشريعة الإسلامية من استنكاف للمدنيين، وهي مجرمة عرفا وقانونا ككل. نجد أن الجميع يريد أن يستخدمها كأوراق ضغط وابتزاز، ولكن على التحالف أن يدرك أن ثمة نقطة رئيسية فيه، أن ثمة هدف دولي يتمثل في إفراغ التحالف تماما. فهم لا يوافقون على أن يكون التحالف متكاملا أو محايفا ومجايلا للمشروع الوطني اليمني ككل، حيث ينهي الانقسام شمالا وجنوبا، سأعود لك أستاذ سليم، سأعود لك مع المجتمع، سأعود كل هذا، سأعود لك مرة أخرى، أعود للنقاش مع سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري. سيادة العميد، تحدثت وأشرت بأن التحالف الانقلاب هم وراء ما حدث اليوم في صنعاء، يريدون استغلال ما حدث لوقف الكثير من الضغوط المفروضة والممارسة عليهم الآن، والتي هي ربما تكون في صالح الشرعية والتحالف. كيف يمكن فهم استهداف تحالف الانقلاب لقيادات مقربة منه، لمدنيين، لمريديهم، لمن
هم معهم أيضا في صنعاء. نتحدث عن عزاء وزير الداخلية الميليشيا. مهما كانت الظروف هم يروا في أنه أمين العاصمة الآن لم يستطع إدارة المدينة. صنعاء عبارة عن فسيفساء من المجتمع اليمني تغلب عليه المصالح وفلسفة الذرائع، وبالتالي لم يستطيع أن يخرج من عباءة، مع الأسف ملايين في صنعاء لم يستطيعوا أن يخرجوا من عباءة الانقلابيين سواء عفاشيين أو حوثيين لأسباب الجميع يعرفها، وهي عدم القدرة أولا، ثانيا قوة ونفوذ المتنفذين داخل المدينة ومصالحهم الشخصية. الانقلابيين لن يعملوا على سياسة وطنية، وأشار الأخ الكريم سليم إلى الهوية الوطنية. لا يوجد مع الأسف في قاموس وأجندة الإنقلابيين سياسة وطنية ترتكز على الهوية الوطنية، لأنها ستكون ضد الانقلاب، فهو يعمل بالاتجاه الآخر وبسياسة فرق تسد والاستمرار في الاستئثار والاستيلاء بالقوة على اليمن ومقدراته، وبالتالي صنعاء، لأنه من يتحكم في صنعاء يتحكم في مرتكزات ما تبقى من المحافظات التي لم تحرر، ويسعى بجدية أيضا إلى التغلغل من جديد داخل المحافظات التي تم تحريرها، بوجود أيضا أطراف لا زالت ليست مناوئة له ولا زالت تستخدم أمواله وتستخدم مشروعه للتنفيذ ولكنها بحجم أقل. تحدثت عن تبعات عدة ربما تكون لما بعد ما حدث في صنعاء، ما الاحتمالات الممكنة والواردة التي ستحدث ربما وستؤثر في مجريات الحرب بعد ما حدث في صنعاء اليوم في عزاء للرويشان؟ مثل هذه الحادثة أولا نحن ندينها، أنا أدينها كإنسان وكمراقب وكل عاقل يدين مثل هذا العمل الهمجي البربري، وأنا أؤكد من جديد أن التحالف إن شاء الله بريء من هذا العمل، لأنه ليس في سياسته أبدا استهداف المدنيين، وكما ذكرت هو يتبع فقط الأهداف العسكرية للميليشيات التي قامت على استعباد الشعب اليمني وإخراجه من هويته العربية إلى الهوية الفارسية. المطلوب الآن من حكومة الشرعية الاستثمار في مثل هذا الموقف والعمل على الأرض بجدية والانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم للوصول إلى أهدافها أو الاقتراب من أهدافها بخطوة تكون قريبة من التحرير النهائي لمدينة صنعاء وما بقي من محافظات الشمال. طيب سأعود لك مرة أخرى سيادة العميد، أعود مرة أخيرة ربما للباحث السياسي من صنعاء سليم الجلال. أستاذ سليم، بعد ما حدث اليوم الأجواء بشكل عام، هل كيف يمكن رصدها في العاصمة صنعاء والتأثير الذي تركته هذه العملية ربما على المزاج الشعبي داخل العاصمة؟ الأجواء يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع الأستاذ سليم الجلال الباحث السياسي من صنعاء كان معنا. أعود مرة أخرى للعميد حسن الشهري الخبير العسكري السعودي. سيادة العميد، سيادة العميد أعد السؤال لو سمحت، انقطع الصوت قليلا. تسمعني الآن بشكل واضح؟ واضح الصوت، نعم. تتحدث عن تبرئة ربما للتحالف من استهداف المدنيين، لكن الناطق باسم التحالف ربما يشير إلى وجود هامش في أي عملية عسكرية قد يكون مدنيين هدف فيها. هل اليوم التحالف بالإمكانيات والتقنيات المتوافرة لديه قادر على إثبات براءته مما حدث في صنعاء؟ التحالف أخي الكريم أعلن منذ البداية، ولأنه يملك الإرادة ويملك القدرة، أعلم منذ البداية أنه إذا حصل خطأ غير مقصود فهو يتحمل تبعاته ويدفع الديات ويدفع التعويضات لأي متضرر. أنا أود الإشارة هنا فقط إلى ملمح آخر من مثل هذه العملية الإرهابية في صنعاء. أنا أعتقد أيضا أن هناك هدف لافتعال مثل هذا العمل لفرض حظر هذه الليلة ومنع المظاهرات يوم غد، لأن مثل هذه المظاهرات التي أسقطت علي عبد الله صالح 2011
قد تسقط علي عبد الله صالح من جديد الذي عاد المشهد. لكن الظروف اليوم متغيرة، حالة القمع الموجودة في العاصمة صنعاء الآن غير ما كان موجود في 2011، يعني ربما حتى لو لم يحصل ما حدث اليوم كان الناس لن يخرج، ربما حالة قمع شديدة، بالتالي لن يعني صعب قراءة أن يكون الهدف هو إيقاف مظاهرة الغد. إذا توفرت الإرادة لدى الشعب اليمني المقاتل الجريء الشجاع وخرجوا بالملايين كما كانوا يخرجون في السابق فلن تستطيع أي قوة منعهم. أنا أعتقد أن مثل هذا العمل هو لعمل صدمة داخل الشارع اليمني هذه الليلة لمنعه، وسيتبعها إجراءات من قبل الانقلابيين والحكومة اللاشرعية التي شكلت في صنعاء لاتخاذ مثل هذا الإجراء. سؤال أخير في دقيقة سيادة العميد، حديث عن هدنة ربما قد تعلن يوم الاثنين، هل يمكن أن نشهد إلغاء أو تأجيل لهذه الهدنة بعدما حدث من تطورات وتصعيد عسكري، ربما استشهاد اللواء الشدادي بالأمس واليوم عزاء للرويشان وسقوط العديد من الشهداء المدنيين؟ أنا أنظر بنظرة خاصة للهدنة. الحكومة علي عفوا فخامة الرئيس هادي يفترض ألا يوافق على هدنة دون الضوابط ترتكز على المرتكزات الثلاثة للسلام في اليمن والتي أقرها اليمنيين والمجتمع الخليجي والمجتمع العالمي يمثل في مجلس الأمن بالقرار 22/16. إن لم تكن ترتكز على ذلك يفترض أن الحكومة لا توافق على مثل هذه الهدنة ويبقى الموضوع كما هو عليه. اليمن ليس ولاية أمريكية ولا مدينة بريطانية ولا روسية، اليمن ملك اليمنيين وعلى الشرعية أن تتقدم باتجاه تحرير ما تبقى بالقوة العسكرية من محافظاتها ومدنها. شكرا جزيلا لك العميد حسن الشهري، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. أعود للأستاذ سليم الجلال الباحث السياسي من صنعاء، أهلا بك أستاذ سليم مرة أخيرة في هذه الحلقة من زوايا الحدث. هناك حديث ربما عن إعلان الهدنة بعد التحركات الأخيرة لولد الشيخ أنه كان يفترض أن تعلن يوم الاثنين، فرص إعلان هذه الهدنة بعد ما حدث من تطورات وتصعيد عسكري في أكثر من جبهة وأكثر، يعني سواء بعد استشهاد الشدادي أو ما حدث اليوم في العاصمة صنعاء وربما ما قد يحدث خلال الليلة وغدا؟ سأكتفي بالقول أن أي هدنة لا تتكامل مع مشروع وطني متكامل تظل في مسرح الهباء واللا مسؤولية وعامل إفراغ حتى للقوى الوطنية التي تشارك في المقاومة وحتى للتحالف العربي ككل. لابد من إلقاء ثقل القوة وفق استراتيجية تحمل القدرة على بناء مشروع وطني متكامل يتطابق واستراتيجية التحالف العربي والخروج من عباء من عباءة الشلل التام التي تتردد أصداءها في اليمن، حيث مثل التموين واللوجست وغيره. لابد من بناء مشروع وطني متكامل بالضرورة سياسيا وثقافيا يبدأ وينتهي عسكريا وأمنيا. هذه هي النقطة التي نستطيع أن نكتفي أو نلمح أمل للحل في اليمن ككل. أما إن ظلت على هذا المنوال فإنها كصيرورة ستصبح مع مدى الزمن ومع التطورات الإقليمية والدولية في غياب تام. المظاهرة التي تحدث عنها الأستاذ الشهري ليست عملية في هذه اللحظة بالذات، لابد من مشروع وطني متكامل يستثمر فيه كل وسائل القوة ويتم فيه تعبئة جميع الموارد الاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية وفق خطة واستراتيجية متكاملة للرؤى تستخلص. تتحدث عن استثمار مكامن القوى أستاذ سليم، ما حدث اليوم في صنعاء إلى أي حد يضعف من قوة وموقف التحالف وشرعية الرئيس هادي؟ يضعفه ويضربه في العمق جدا، يضعفه ويضربه في العمق ويخدم الميليشيا والصالحية في الأساس، لا يخدم التحالف إذا كان هو من ضرب ذلك. حديث البعض اليوم ينظر لما حدث في صنعاء أنه قد يمثل نقطة تحول في مجريات الحرب وربما يمثل أيضا يوم فارق، باعتقادك ما هي المعطيات التي انطلق منها من طرح هذا الطرح؟ لا أظن ذلك، لا 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 أتفق مع مثل هكذا طرح، لأن ثمة عوامل اجتماعية ومجتمعية داخلية ليست
لا 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 ليست لا تعطي مصداقية مثل هكذا طرح إطلاقا. الحديث كثير ووقتكم لا أعرف ما هو، وإلا كنت سأسهب في مثل هذه النقاط. على العموم أشكرك جزيلا على مشاركتك معنا من صنعاء الباحث السياسي سليم الجلال، وأيضا الشكر موصول للعميد حسن الشهري الخبير العسكري السعودي كان معنا من الرياض. انتهى وقت هذه الحلقة من زوايا الحدث، غدا حلقة جديدة، في أمان الله.